نبقى مع أخبار الأندية، وضمن سلسلة متابعتنا لحصيلة الفرق في الموسم الكروي المنتهي نتوقف مع أولمبيك خريبكا. فالفريق بعدما تنافس على اللقب لدورات وتناوب على الزعامة مع فرقه المقدمة أنهى السباق في مركز رابع بمجموع 50 نقطة، حصيلة اعتبرت مهمة مع استقرار تقني عاد البريق للفريق الخريبكي رغم التغيرات. طلال أسرار يوافينا بالمزيد حول مسار أولمبيك خريبكا، نتابع. لا يمكن للخريبكيين أن يتحسروا على هذا الموسم لأن النتائج رغم ذلك كانت جيدة باحتلال الفريق المركز الرابع، لذلك لا يحق لهم الاختباء خصوصا وأنهم سيحملون على عاتقهم تمثيل الكرة المغربية في دوري أبطال العرب. مسار على العموم كان موفقا بعناصر جديدة قادرة على إعطاء المزيد، شريطة أن يضع الكل يده على بعض الأخطاء مع الاحتفاظ بثوابت الفريق الخريبكي وتفادي العراقيل نفسها التي تواجه الجميع كل موسم. أولمبيك خريبكا رغم كل شيء نجح في تحقيق 14 انتصارا 8 تعادلات و8 هزائم، حصيلة رغم كل شيء إيجابية رغم أن جماهير الفريق كانت تنتظر الأكثر، وهو ما سيجعل مهمة الجميع مستقبلا أصعب من هذا الموسم. مهمة لن تحتاج مساعدة كبيرة بقدر ما تحتاج إلى تركيز أكبر. الآن يملك الخريبكيون وقتا كافيا للتفكير مدعمين بجمهور يؤازرهم كل حين، والهدف هاته المرة أكبر بكثير بصراع حقيقي على اللقب والمضي بعيدا في دوري أبطال العرب. في ألعاب القوى دورة الرابعة من ملتقى محمد السادس الدولي تستأثر بالاهتمام الحدث المقرر الأحد المقبل، سيعرف مشاركة وازنة لنجوم الكبار بالإضافة إلى المنتخب الوطني والذي يشارك بمجموعة من العدائين يواصلون تحضيراتهم بمحد ألعاب القوى بتمارة. الروبورتاج لمحمد عبد الرزاق وأمين خوذو. أيام معدودات عن موعد ملتقى محمد السادس لألعاب القوى، واستعدادات متواصلة لحدث بات يحتل مكانة دولية مهمة في خارطة أم الألعاب. العناصر الوطنية دخلت على الخط في مختلف السباقات. احنا يا العدائين المغاربة هنا كنبرزوا الوجود ديالنا وكتكون وتيكون داخل في الاستعداد ديالنا للبرنامج ديال سنة، وانا كنتمنى ان شاء الله في هذا الملتقى نحرز على توقيت جيد اللي غيخولي ان شاء الله نكون من المراتب الجيده في بطولات العالم. بان السماطر كاين حظوظ فيها بزاف، واخا تكون عالميه ولا كيف ما كانتش كاين عندنا الحظوظ بزاف بالنسبه للعداء المغاربه، كاين الحظوظ 100% هي اللي تكون الحظوظ فيها. رياضة الوتب ستكون ممثلة بعناصر جد مهمة، وإن كانت هذه الرياضة تهيمن عليها بلدان بعينها فإن المنتخب الوطني يراهن على أشياء عدة. إن شاء الله كنتمنى هذا الميسين يدوز مزيان بحال جميع الميسين اللي يكونوا في العالم كامل، ونتمنى لراسي أنا يكون لي شي إنجاز كبير إن شاء الله في هذا الملتقى هذا. وتنشوف بان ان شاء الله غيكون عندنا الحظوظ، يعني كما شفتوا السنوات الفارقه هي بالربح اللي تالق، يعني هو اللي فاز بالمسابقه ديال القفز الطولي، وكاين عندنا عناصر اللي هما شابه اللي هما جايين وان شاء الله غادي حتى هما يكونوا في في في, في الميتينغ ديال محمد السادس ان شاء الله. ملتقى ملتقى مهم ببلادنا لن يكون فقط لاستقطاب النجوم، بل بات فرصة حقيقية أمام العناصر الوطنية للاحتكاك أكثر مع مدارس متقدمة. ونواصل مشاهدينا بحصيلة المشاركة المغربية في النسخة العاشرة من بطولة إفريقيا للرماية المقامة بنادي الفلين بضواحي سلا، نتائج توصف بالإيجابية، وإن لم يكتب للقناصين المغاربة حجز إحدى البطاقات الخمسة المؤهلة لأولمبياد لندن 2012. الروبورتاج لأمين شمسي، هشام سعودي وأنور أفغاني. ثلاث محاسيات هي حصيلة الرماية الوطنية في البطولة الإفريقية إلى حد الساعة. الرومان مغاربة تألقوا في صنف التراب والسكيت ذكورا وإناثا وحازوا على المرتبة الثالثة على مستوى المنتخبات، ونحاسيتين في الفرد إناث. حصلنا على ميدالية ذهبية، واخا ما كتأهلش الألعاب الأولمبية، ما كايناش هذا الصنف هذا، ما كنهضرش بالألعاب الأولمبية، ولكن حقنا على ميداليات مراتب الثالث بالنسبة للنساء في السكيت وفي التراب في الفرق الأولمبية.
إنجاز وصف بالمفاجأة للراميات المغربيات في أول مشاركة قارية بهذا الحجم مؤهلة إلى أولمبياد لندن. فعلى الرغم من قصر مدة الممارسة إلا أن المهارة كان لها الكلمة العليا. ما حسنيش لحد باش ناخد ميدالية الذهبية باش نشارك في الأولمبياد، ولكن إن شاء الله نتمنى غتكون زعما هاد الميدالية البرونزية اللي خديت غتكون فاتحة خير عليا باش نشارك إن شاء الله علاش لا في الأولمبياد ديال 2016. الحمد لله حرزت على المرتبة الثالثة وكانت هذه منافسة قوية، وبالنسبة لي اون اكسبيريونس طونك يلاه بديت سكيت يلاه هذه 5 شهور. في انتظار استكمال فصول بطولة افريقيا للرماية يتواصل الامل في تحقيق سبق سيكون مدويا ان حصل بنيل مكان ضمن ابطال الرماية العالمية. الصفحة الدولية تحملنا إلى أخبار منتخبات القارة العجوز التي تجري آخر تحضيراتها لمباريات تصفية كأس أوروبا للأمم 2012 والمقررة من 8 أسبوع. ونتوقف مع الحصة التدريبية التي خاضها المنتخب الإنجليزي اليوم تأهبا لمواجهة نظيره السويسري. منتخب إنجلترا حاضر بجميع عناصره تحت إشراف المدرب الإيطالي فابيو كابيلو والرهان استعادة القوة بعد إخفاق المونديال. عزيزة قبلي، المنتخب الإنجليزي يحضر لمواجهة سويسرا بمعنويات عالية ودون غيابات تذكر. المدرب الإيطالي فابيو كابيلو اختار اللاعب جون تيري من جديد ليكون قائدا للمنتخب. يشار إلى أن المنتخب الإنجليزي يتصدر المجموعة السابعة وكان قد تغلب على سويسرا ب3 أهداف لهدف واحد. من جهته أشلي يونغ لاعب أستون فيلا يدرك بأن الفوز على سويسرا يعتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق التأهل، ويضيف بأن كل اللاعبين يدركون أهمية ذلك. وإضافة إلى اللاعب يونغ سيكون فريق أستون فيلا ممثلا بلاعبين آخرين ضمن صفوف المنتخب، ويتعلق الأمر باللاعب داونينغ والمهاجم دارين بنت الذي يقدم الكثير للمنتخب نظرا لقدرته الكبيرة على بلوغ الشباك. إلى التنس، وحدت بطولة فرنسا المفتوحة والمتواصلة بملاعب رولان جاروس اليوم أنهى البريطاني أندي موراي مباراته الماراثونية مع السربي فيكتور ترويسكي ليتأهل إلى ربع النهائي. ولدى السيدات تأهلت الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني إلى الدور نصف النهائي بتغلبها على روسيا أناستازيا بافلوتشينكوفا. والمتابعة لزينب الباري. بشق الأنفس حجز البريطاني أندي موراي مقعده في ربع نهائي رولان غاروس بعد تخطيه عقبة الصربي فيكتور تروكي ب3 جولات لـ2. بعد مباراة ماراثونية توقفت يوم الاثنين بسبب حلول الظلام استأنف اللاعبان مباراة ثمن النهائية. المصنف رابعا موراي كان منهزما في أولى المجموعتين وكان قريبا من الإقصاء في الجولة الثالثة، لكنه عاد في المباراة بقوة ومضى ليفوز بها ب4-6 4-6 6-3 6-2 و7-5 ليمر لربع النهائي لمواجهة خوان إغناسيو شيلا. في منافسات السيدات لحقت الإيطالية فرانشيسكا تشافوني بركب المتأهلات إلى دور الأربع على حساب الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا ب2-1. حاملة لقب عام 2009 تمكنت من قلب تخلفها في الجولة الأولى ب6-1 إلى فوز بعد أن تمكنت من تعديل الكفة في الجولة الثانية ب7-5. الجولة الثالثة والحاسمة شهدت ندية وتنافسا بين اللاعبتين قبل أن تتمكن المصنفة 5 عالميا شافوني من حسمها لصالحها ب7-5 لتتأهل لنصف نهائي ثاني البطولات الأربع الكبرى. مشاهدينا، لقاؤنا اليوم بلغ ما تمه، غدا موعد آخر يجمعنا في نشرة جديدة. إلى اللقاء.